كل الأحوال من الواضح أننا منذ 19/2/2016 قال أمين عام حزب الله حسن نصر الله يوم الثلاثاء إن المملكة العربية السعودية دفعت لبنان إلى مرحلة جديدة من الصراع السياسي منذ قرارها وقف مساعدات للجيش اللبناني، لكنه أكد أن البلاد ليست على حافة حرب أهلية. لازم كل اللبنانيين يعرفوا، كل المقيمين في لبنان يعرفوا، كل اللي بدهم يجوا على لبنان يعرفوا أنه بالبلد هم ما في مشكلة أمنية. أنا أقول لكم لا حاجة للنزول إلى الشارع، وأطلب منكم ألا تنزلوا، وأرغب إليكم ألا تنزلوا، وأنهاكم أن تنزلوا. واتهم نصر الله المملكة بأنها تسعى إلى الفتنة بين السنة والشيعة في الشرق الأوسط. حتى السيارات المفخخة بلبنان، أنا ذكرت عندي أرقام التليفونات، السيارات المفخخة اللي كانت تجي من القلمون على الهرمل وعلى النبي عثمان وعلى الضاحية الجنوبية وعلى بيروت كانت تدار من السعودية. ولم يصدر بعد من الرياض رد فوري على هذه التصريحات التي تأتي بعد أيام من إصدار المملكة تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى لبنان وإدراجها شركات وأشخاص لبنانيين في القائمة السوداء لصلاتهم بحزب الله. ويبقى هذا البلد صديق للمملكة، ولكن هناك خطأ ارتكب يعني تجاه المملكة، ما هو مطلوب من الذي ارتكب الخطأ أن يصح هذا الخطأ. وتتهم المملكة حزب الله بالقتال إلى جانب الحوثيين في اليمن وهو ما نفاه الحزب، كما تنتقد تأييد نصر الله للرئيس السوري بشار الأسد الذي تسعى المملكة للإطاحة به. وعلقت السعودية الشهر الماضي مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار للجيش اللبناني بعدما لم تصدر حكومة لبنان بيانات تدين الهجوم على بعثتين دبلوماسيتين سعوديتين في إيران، لكن نصر الله قال إن الهبة توقفت منذ وفاة الملك عبد الله وليس بسبب موقفنا. ويعكس الخلاف صراعا أوسع نطاقا بين إيران والسعودية، وكان لبنان ساحة لهذا الخلاف على مدى العقد الماضي الذي حاول خلاله حلفاء السعودية في لبنان مواجهة النفوذ المتزايد لحزب الله المدعوم من إيران، وهو صراع أبقى لبنان بلا رئيس لمدة تقترب من 2 عام.